مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا عبر الام تي في. يا ريت الحل عنا بموضوع الدولار بالبلد، ويا ريت الحل عنا بموضوع الرغيف بالبلد، ويا ريت الحل عنا بموضوع الدواء بالبلد، ويا ريت الحل عنا بكل الامور يلي عم بيعاني منها المواطن اللبناني اليوم ومنه عارف بكره شو. اللي منعرفه انه اليوم كل الهيئات تضامنت مع جمعيات التجار في كل لبنان وعبرت بساعه عن كل هواجسها، وبالتالي سمعنا نقيب اصحاب الافران في لبنان اللي قال نحن مرغمين، عمل استفتاء مع اصحاب الافران وقال لهم هل انتم راضين؟ هل بتريدوا نعمل اضراب؟ وكان القرار الجامع اضراب نهار التنين، الا اذا لقينا من هلا للتنين اي سؤال من اي مسؤول يسالنا ليه عم بتضربوا. ولكن لما مندق بالرغيف وبالدواء يعني هيدا خط احمر، مين بيرجع بيرتدع ما بعرف. بكل الحالات كله بجر بعضه، اذا ما فات كميات مهمه من الدولارات الى البلد كل قطاع ورا قطاع بده يبلش نلاحظ في ناقص بمكان ما. بالنسبه للطحين نحن عندنا الطحين والرز والسكر والقمح، والقمح مش الطحين، القمح كله يستورد من الخارج وبالدولار. عندنا لفترة شهر شهر ونص بالنسبة للقمح، ولكن اليوم المواد الغذائية المستوردة من الخارج كل شيء يستورد من الخارج هو بالعملات الصعبة. بصفي هون بالبلد كل العملات الموجودة عم بتروح للعاملات والعاملين الأجانب، بتروح لقطاعات كلنا بنعرف شو هي، ولكن أهل البلد بيتخبطوا ببعضهم لأنه دولار هو عرض وطلب. ومبارح وصل 1670 ليرة لبنانية وما حدا عم يردع أبدا، ما فينا نفلت السوق. نحن عنا استقرار أمني الحمد لله، وهذا الاستقرار ممكن يجيب لنا استثمارات، وإذا ما إجا استثمارات على البلد بأموال معينة نحن ما بنعرف لوين بنقدر نوصل ببلدنا، وقديش القوة الشرائية عند الناس بتبقى مستمرة. اللي بدنا نقوله بدها وقفة وطنية من قبل كل المعنيين، اللي هرب مصرياته نرجعهم على البلد، واللي خبي مصرياته يحركهم، ويلي مؤمن بالبلد يبلش يعمل استثمارات. ما فينا نتكتف ونشوف بلدنا عم ينهار أمام عينينا. كلنا عنا مسؤولية لازم نتحملها بهالظرف الدقيق. مين وصلنا لهون سؤال آخر، ولكن المواطن اللبناني عم بيعاني كتير. مش هيدا اللي ممكن تقولوا له عنه شكرا، لا، عطاكم ثقته بدلوا الثقة، لأنه هيدا بلدكم وبلده. معلومة. بمعلومتنا لليوم، هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بعد أن ورد إعلان عن قيام شركة كاش بلاس باستيفاء رسوم السير السنوية، بهم هيئة إدارة السير والآليات والمركبات تنبيه المواطنين إلى أنه شركة كاش بلاس غير معنية باستيفاء أي رسوم سير سنوية باعتبارها غير متعاقدة مع الهيئة ولا يحق لها استيفاء رسوم السير السنوية. لذلك تنبه الهيئة المواطنين الكرام بعدم دفع أي رسوم سير عن طريق هذه الشركة، ويلي دفع بده يرجع يدفع مرة تانية عبالطرق القانونية، لأنه هذه الشركة ما بحق لها. وهون ياريت بهالإعلان يلي انعمل من هيئة إدارة السير كانت توضح طب شو بيعملوا يلي نغشروا يلي دفعوا، هيدي مسؤوليتهم أو مسؤولية مين؟ وهل هيئة إدارة السير تشكت على هالشركة؟ ما سمعنا توقفت أو تشكت أو شيء. يعني كيف واحد بيقدر ينتحل صفة ما أو يقدر يستوفي مال عام ومنه أكيد هو مخول؟ طب هيك منتركه معه؟ ما سمعنا صار في ردة فعل على الموضوع. من هيك كتير مهم اليوم أنه نعرف لمين عم ندفع وشو عم ندفع. حتى في جوبات كمان بينتحلوا صفة، من هيك في بطاقات محددة بتبقى، مفروض المواطن ما ينغش. اتصالاتكم مشاهدينا على 04-444-444. اللي بدي أقوله أنه إذا كان عندنا إضراب أفران نهار التنين ما معناته أنه الناس بتتهافت بشكل جنوني إذا بدكم،
لشراء الخبز أو أي شيء بينتج عن الأفران، ما بدها الهلع إطلاقاً، لأنه بتصور أنه في مسؤولية كمان أصحاب الأفران، ولمست اليوم عند رئيس النقابة، ولكن لا حول ولا فينا نكون نحن كمان نقدر ناخد خبزاتنا وحاجياتنا بشكل كتير تلقائي قبل التنين، بس ما في لزوم للهلع. باخد اتصال. ألو، نقطع الخط. اتصال آخر. ألو. ألو، تفضلي. ألو، بونجور. بونجور. ألو، أهلا، تفضلي. بونجور ست ربيكا. بونجور، شو عندك مدام؟ بخصوص طريق الشمال ست ربيكا. أي فيها طبات كتير، وقدي صرنا حاكين ولا حدا ما يخدمنا ولا حدا ما يقدر يشيلهم. امبارح كمان حدا حكاني وذكرت انه في قرار صادر عن وزير الاشغال بمنع إقامة، يعني منع وضع هيك مطبات، يعني اولا شكل المطب ممنوع، يعني اللي عمل كترته اللي عمل عملية ديسكو اللي قاعد بده يقعد 3-4 ساعات على الطريق ليوصل، ما في ضم كل الوقت، والسيارات كمان يعني نحن هن عم تنعمل للسرعة وعم بيصير في حوادث، وهذا شيء صح، ولكن في نوع آخر من المطبات يلي ما بتأذي يلي بتلزم السائق بتخفيف السير بدون ما نأذي المواطن ولا السائق. هذا اللي عم نقوله، وعم نطلب من كل اتحادات البلديات أو المعنيين على هالطريق هيدي من طرابلس للعبدة إنه خففون شلون فيكم تحطوا مطبات مدروسة أكتر تزيحوها بالأصفر، تحطوا أضوية مسامير، كمان المسامير في شكاوى عليها، بس أضوية ما بتشكي من شيء، كمان إذا حطن أشياء صفرة أو إذا انعملت بطريقة يعني شوي أكتر فنية أكتر ما هي مئزية. معك حق، بس بيطلع قرار وزير ما حدا بيلتزم فيه، مشكلة كبيرة اللي ما بنلتزم بالقرارات، وعلى الوزارة يلي ما بيلتزم تروح تتكسر، يعني تكسر وتدفعهم الأجرة، ما في مجال إلا هيك. كمان اتصال. ألو. ألو، يعطيك العافية. أهلا. بدي أحكي بالنسبة لل، أنا عندي مشكلة أختي، أنا موظف طلعت على التقاعد. نعم. ب10/4/10/6 لحتى قدرت اقلب طلبي على الضمان، انا تعويضي بالضمان. نعم. بطلبوا مني تصاريح اسميه من مديريه التنظيم المدني، انا بتنظيم مدني كنت. نعم. طيب لغايه هلا الموظف المكلف ما عم بيامن لي اياهم، وصرت مراجعه عده مرات، حكى معه رئيس الديوان قال له امنهم، وحكى معه سعاده المدير العام كمان، مدير عام التنظيم المدني. وكل يوم بكره وبعد بكره، ومش عارف شو بدي اعمل، يعني الي 6 شهور انا. ايه انه مش عم بفهم انه موظف هيدي وظيفته. انا تعويضي، تعويض نهايه الخدمه، تعويض شرف. عظيم. هيدا حقك. بالضمان. هيدا حقك، بس اذا الضمان. الضمان بده مستندات، بده طيب. تصاريح اسميه. عظيم. من مديريتنا، من مديريه التنظيم. انا اللي عم بقوله انه اذا هذا الموظف. نعم. ما عمل واجباته. نعم. ولا التزم برئيس الديوان اللي قال له، ولا برئيس التنظيم المدير العام طلب منه، المدير كمان. العام كمان، لانه هو واجباته يامن طلب اي صح. مواطن صحيح. طيب شو بعده عم قاعد يعمل هالموظف وليه؟ يعني انه شو السبب اللي ما بده او ما عمله؟ هذا السؤال ما عرفته. ما بيقول لي، لا هو بيقول لي يومين طيب. 3-4 ايام 5 ايام. طيب وبعدين 15 مره انت قد ايه لك اللي عم بتقلي من شهر 6 لك ناطر؟ انا طلبت ب10/4 التقاعد. طيب انت قدام اي متى طلبوا منك؟ من شهر 6؟ بشهر 6 قرب الطلب. اوكي. وبعدني لغاية هو اعطاني اصلا الطلب ناقص، يعني انا ما بعرف شو الطلب شو بده، وهو مكلف بهالشغلات. طيب لقلك شغله. نعم. بدك تعطيني رقم الطلب تبعك. نعم. تا انا تابعه مع تشوف هذا الموظف. نعم. على شو متكل، اذا على اكراميه، اذا على شيء ثاني. نعم. على رشوه مثلا. نعم. يخبرنا، او لشو بعده قاعد بوظيفته، في غيره احسن منه بيقدر يقعد محله. والله يا اختي ما شو هالكلام، هيدا عذاب للناس بحقوقها كمان. حبيبي والله ما معي اصرف، يعني عبر المؤقت، يعني لا منك مضطر، منك مضطر. نعم. اذا كان هذا الموضوع لا سمح الله، ما عم بتهم. نعم. اذا كان هذا الموضوع بده يسمح لنا، معلش. نعم. بده يقوم بوظيفته، وقالوا في كتار غيره بيقدروا يحلوا محله، في كتير ناس ناطره شغل. اعطيني رقم الطلب. رقم الطلب هذا بالضمان. ها. نعم. 525-213. اوكي. تاريخه 10/6/2019. اوكي. موسى يوسف مهنا اسمي انا. اهلا وسهلا فيك. وممنون عينك وشكرا لك يا اختي. اهلا وسهلا فيك. يعني بهذا البلد لو كل انسان بيقوم بواجباته شو كان على بالنا؟
أو أي موظف هو بخدمة الناس ومعاشه من الناس ومن خزينة الدولة، إنه ما عليه يعني ليش بدنا نكون دايما بدنا الشغلة لازم تنعمل، لازم تنعمل على أصولها. لو ما الضمان طالب هالمستندات، ما إنه رايح هذا المواطن جنى عمره تعويضه اللي حق له يطلب هالمستندات من المديرية المعنية، في شيء مش ظابط. لو في ثواب وعقاب ومساءلة كنا بألف خير. باخد اتصال آخر. ألو. أهلا. صباح الخير. صباح النور. مدام بس عندي نداء للبنانيين كلهم، إذا في عاد في لبنانيين بلبنان. نعم. إنه عم بيقاطع عمال يضربوا للخبز، إنه نحن نقاطع الخبز قبل بسلف، نحن نبلش نقاطع كلبنانيين، نقاطع يومين ثلاثة الخبز، نحن نقاطع. عم بيضربوا طول المحطات، نحن نقاطع نوقف سياراتنا يومين ثلاثة ما نشرب ببنزين. هن ساعتها بترجونا نيجي نحن نعبي أو نيجي ناخد خبز. ليش نحن ما نتهاتف على الخبز وليش نحن ما نتهاتف على البنزين؟ نحن اللبنانيين مفروض هيك نعمل، هيك يكون عنا إرادة على نفسنا إنه نمنع حالنا نكون نتهاتف على بعض الشغلات اللي بسيبيه بدنا نضربوا عليها. بتمنى التمني من كل اللبنانيين إذا بعد في لبنانيين بهالبلد، وشكرا لكم على البرنامج والمستمعين كلهم. أهلا وسهلا فيك. يعني نحن لما منتهافت أولا بموضوع المحروقات، يمكن من حق أصحاب المحطات أنه يطالبوا كمان إذا كانوا عم يدفعوا بالدولار وعم يتعاملوا باللبناني بدها تنعكس على الزبون عال. بس أنا بفهم كمان أنه الدولة اللبنانية مفروض تأمن نقل عام منتظم حتى كل مواطن ما يطلع بسيارته بيقدر ياخذ هذا النقل العام على الوقت المحدد، يوصل على الوقت المحدد وبيرجع على الوقت المحدد مثل دول العالم. يعني ليه نحن بالاتكالية على قطاع خاص واتكالية على المبادرات الفردية؟ ليه الدولة ما بتقوم بواجبها؟ هيدا على صعيد المحروقات. الدولة مفروض تأمن للناس، ما مأمنة ايه بنقعد ببيوتنا؟ أكيد بنقعد ببيوتنا، ما فينا نروح، شو بنعمل؟ وبالنسبة للخبز هي لقمة الفقير، ممنوع المس بلقمة الفقير، ممنوع. هيدا يعني كانوا عم بمس الواحد، ما بعرف لقمة الفقير، هيدا رغيف الخبز، هيدا رغيف مقدس، هيدا وراء عرق ودم، من هيك ممنوع المس فيه، ومن هيك على الدولة تحزم أمره كمان، لا في شيء مش ظابط. كمان اتصال. ألو. ألو. أهلا مسيو. بونجور. بونجور. كيفك شكرا. الحمد لله. بدنا بس نعطي خبر للمعنيين انه عنا نحن بمنطقه بعلبك الهرمل المطبط، يعني بدك تقولي من بعلبك طريق عام الارز عينات عينات بعلبك المطبط، يعني بدل ما نص ساعه يقعد بيقعد ساعه وبيتخرب سيارته، وكذلك بعلبك الهرمل. يعني بس المعنيين يسمعوا صوتنا لا اكثر ولا اقل اذا بتريدي. يعني هي لانه عم تنوضع المطبات لسلامة الناس، لأنه في ناس بيسوقوا بشكل جنوني، عم يعمل عم بيصير في حوادث كتير مميتة. بس أنا اللي عم بقوله إذا بده ينوضع مطب ينوضع بطريقة يلزم السيارة تخفف سيرة بطريقة ما تأذي للسيارة ولا الركاب. أنا هيدا اللي عم بقوله. نحن يعني مش مضطر الشعب اللبناني يعاني من كم واحد ما بيلتزموا بقوانين السير إطلاقا وبيسببوا حوادث وقتل وجرحى. هيدا هي الموضوع اللي عم نحكيه. كمان فاصل وبعده منتابع. منتابع الحلنة وباخد اتصال جديد. ألو. مرحبا مدام ربيكا. مرحبا. كيفك؟ الحمد لله. إلي ثلاثة شهور الحمد لله هلا لعلق الخط. إيش؟ مدام عم حكيكي من كسبة الكورة. إيه أهلين. أهلا فيكي مدام. البلدي مشي ثلاث سنين مادة مجرور بالشارع عنا. مزبوط. كيف؟ كان هي مزفتي قبل. قومي قبت الزفت كله سوا وحطت أصدر مجرور ورجعت حطت تيفينول. وعالم عدى لنا ثلاث سنين ما حطت لنا حبة زفت. زفت تقريبا شي ربع الطريق وثلاث ارباع بعد ما زفتيتها. حرام النسوان هلكت من التنظيف. الغبير فات على البيوت الصبح وداروا عشي الواحد بده يشتغل. بأي حي؟ بيقولوا لها الحرية، منطقة الحرية دهر الزاوية. اف واخدي حريتها البلدية. واخدي حريتها ومكترة. ومكترة بقى مدام يرحم موتك يحكي لنا مع وزارة الأشغال مع حدا يعني بتعرفي إيش الشتوية. لا هلا مين مد مش وزارة الطاقة اللي مدت الصرف الصحي المتعهد؟ البلدية هي اللي مدت البلدية. لكن بنحكي البلدية تكسبة. أوكي.
اوكي بس بدنا اياها منك تراجع لنا فيها يخلي لك ولادك يرحم موتك يا حرام النسوان هلكت من التنظيف. لا شو ما كان يعني ثلاث سنين يعني ثلاث سنين حلا اهلا وسهلا فيك معك حق عملي المعروف يرحم موتك اهلا فيك تواصل. على فيسبوك الحل عنا فارس شويري أنا بشكرك عم بتقلي إنه 4 ملايين لبناني بحبوني أنا بشكرهم وأكيد هيدي ثقتهم فينا بتحملنا مسؤولية أكتر بقلي صرخة من الجميع الليرة اللبنانية عملت بلادنا وبدنا نحافظ عليها لماذا بواصل التأمين وفواتير الخلوي وأسعار السلع الاستهلاكية كلها تصدر بالدولار نتمنى من صرخة من على المنبر لمعالي وزير الاقتصاد الذي نحب إصدار قانون حاسم يمنع استخدام العملات الأجنبية في بلدنا واحترام النقد الوطني ومعاقبة كل شخص يرفض عملتنا بأحكام قاسية حتى الحبس صراحة يمكن معالي وزير الاقتصاد والتجارة الأستاذ منصور بطيش ما بعرف إذا هو اللي معني اليوم يخبر اللبنانيين عن قدي عنا حبوب بالأهراءات قدي لبنان اليوم صامد قديش اليوم يطمن اللبنانيين يعني أنا بتمنى كنت أنه يعمل مؤتمر صحافي ويحط اللبنانيين بأجواء يعرفوا خصوصاً بالمواد اللي المفروض الدولة تدعمها ويلي اليوم عندها مسؤولين عنها هي أهراءات بيروت اللي بنقدر نعرف من خلالهم قدي عنا كميات من الرز أو من الطحين أو من السكر أو يعني هيدي منا كماليات عند الناس هيدي أساس معيشتهم إذا بدكن أكيد اليوم صرنا كتير عم نسمع حاكم مصرف لبنان وما في حدا ما عم يحكي بموضوع واقع المالي بالبلد ولكن بيسوى كمان معك حق أنه المواطن يكون على بينة أكتر بشفافية أكتر سابين سارين ميسيسيون بعتت لنا صورة بتقلنا بلدية مزرعة يشوع لا حول ولا قوة نزلت أول صورة هيدي في صورة نحن نزلناها لما بعتت لنا إياها بكانون الثاني 2019 وتشكرنا أنه نزلناها عم بتقول نتائج الصور الباقية مأخوذة مؤخرا الحلو الموضوع أنه لما حكت البلدية ما لحقت تخلص جملتها حتى كانوا طبشوا الخط بوجهها قالوا لها شكرا دولة بتقلن للصراحة نحن رح نرجع نحكي مع بلدية مزرعة يشوع لنشوف لي بعد ما سوى وضع أكيد هالطريق هيدي والأشجار يلي يمكن بدها تشحيل ولا شي تاني طبعا باخد اتصال بناخد صورة اليوم هالصورة وصلتنا من نرمين جعفر بتقول هيدا جزء من طريق الشحار يلي بتوصل جسر القاضي بقبر شمون هالانهيار من السنة الماضية بالشتوية ولهلأ ما حدا عمل شيء بالإضافة لأنه وضع الطريق كله مش منيح يعني في جوار وفي انخسافات بالزفت الشتوية صارت قريبة وبكرة بس توقع الطريق بشي سيارة لا سمح الله بيموت شي حدا بيطلع ببطل ينفع الشغل معك حق في كتير طرقات سنة الماضية تضررت بعوامل طبيعية ومنها كمان مدخل تونيل شكة ولكن للأسف الشديد وكأنه راحوا مع الشتاء اجوا مع الصيف وما بعرف الشتوية كيف بتكون هالمرة إذا كانت قاسية مثل السنة الماضية يعني بنتوقع كمان المزيد من الانهيارات ونحن بغنى عنها أكيد نحن بغنى عنها بكل الأحوال مشاهدينا اللي بدي أقوله أنه دايما نحن على استعداد تلاقي كل اتصالاتكم مثل العادة على 04-444-444 ما في لزوم للهلع ولا التهافت إلى الأفران ولا إلى المحروقات والله يساعد المرضى يلي كمان اليوم عم بفتشوا بفتيلوا بسريش يشوفوا كيف بدهم يأمنوا أدويتهم خصوصا لأدويتهم غالية شوي للأسف يعني كمان الدواء اليوم متأثر بالعملات الأجنبية خصوصا بالدولار إن شاء الله بتفرج على الجميع لازم نتفائل بالخير ولكن نطلب المسؤولين شوية جدية أكتر حتى نحس إنه هذا البلد ممسوك مش فوضى وماشي الموعد بكرة إلى اللقاء